أنا جد سعيدة أنني حضرت التكريم ديال الزميل بوجمعة أشفري. بوجمعة أشفري هو كان زميل قضينا معاه واحد الوقت اللي هو جميل، واستفدنا من التجربة ديالته في جريدة المدرسة الأولى، جريدة البيضاوي. استفدنا منه الشيء الكثير على مستوى التقنيات ديال الكتابة، بحكم أنه هو كان واحد الصحفي اللي كان هو مبدع وأدبي وكاتب. استطعنا أننا نستفدوا منه على مستوى الكتابة، خاصة فيما يتعلق بمجال الروبورتاجات، مجال الوصفي أكثر، وكيفية الكتابة وكيفية السرد والتسلسل، وكيفية أنك تستعمل القارئ من خلال الروبورتاج. هذه كنحيي عليها وكنشكر الزميل بوجمعة أشفري، لأنه حتى هو بالنسبة لي كزميل والأستاذ عبد الرحيم أريري هم مدرسة، عندهم واحد تكوين وواحد الإلمام، ليس فقط على مستوى الإعلام ولكن على مستوى الثقافة بصفة عامة. هم صحفيون كيف نقولوا شاملون. سنوي تتنظموا جمعية الأعمال الاجتماعية الصحفية الصحافة المكتوبة، سمينا حفل الاعتراف، أكثر ماشي حفل تكريم، حفل الاعتراف بمجهودات وتضحيات وبواحد العمل وواحد الصبر ديال زملائنا وزميلاتنا اللي اشتغلوا في هذا القطاع اللي ماشي سهل الشغال فيه. سميتو مهنة المتاعب، ولكن سميتو أيضا مهنة، هو قطاع هش اجتماعيا واقتصاديا. وهاد الناس سبقونا في هاد المهنة، كانوا جزء منهم كان المؤسسين ديال الصحافة في المغرب، وسواء الصحافة ديال رأس المال الحر ولا صحافة الأحزاب، الصحافة الحزبية، تشتغلوا في المجال الثقافي الاجتماعي الاقتصادي السياسي الرياضي وفي التصوير. هاد زملائنا اليوم هما أحيل على التقاعد إداريا ولكن ماشي مهنيا، لأن الصحفي ما تيتقاعدش. وهذا الحفل الاعتراف تذكرنا بأننا خصنا مازال نخدمو من أجل تقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والصحفيات، ومن أجل المزيد من الحماية الاجتماعية للصحفيين والصحفيات. هي لحظة على كل حال كنستحضروا فيها مجموعة من اللحظات اللي مرت علينا في أثناء العمل ديالنا وأثناء مسيرتنا المهنية. هي لحظة جميلة أيضا لأنه كنتلقاو بواحد المجموعة ديال الزملاء من مختلف المنابر، من عدد من المنابر بالتدقيق. هي لحظة جميلة ولحظة نقولوا مؤثرة، لأنه ماشي غادي نخرجوا من العالم ديال الصحافة بشكل يعني بشكل قطعي، ولكن هو خروج من ميدان الصحافة فقط إداريا. طيب، هذه مناسبة نحاول أن نحافظ على تقليدها كل سنة من أجل الاعتراف للصحفيين الذين يغادرون هذه المهنة إداريا. ودائما نؤكد على أن الصحفي في نهاية المطاف لا يمكن أن يتقاعد عمليا ومهنيا، ولكنها لحظة نستحضر فيها وضعية المهنة ووضعية المهنيين فيها، وهي صعبة بالتأكيد. وخصوصا في السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ على أن هذا الخروج الإداري وخروج فيه كثير من الأعطاب والتي تحتاج إلى كثير من العلاج. في الجمعية نحاول أن نقدم فقط إشارة على أن الأمر يحتاج إلى معالجة جذرية تجعل الصحفي الذي مارس لمدة طويلة في صناعة رأي عام، ساهم فيما تعتبره دولتنا على أنه مساهمة في البناء الديمقراطي والتنموي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتهي به المطاف إلى هشاشة غير مقبول. وبالتالي نعتبر على أن هذا الحفل هو بمثابة ناقوس ندقه كل سنة من أجل أن يكون هناك من الالتفات لهذا القطاع، خصوصا في الصحافة المكتوبة سواء كانت ورقية أو إلكترونية. ونتمنى أن تكون الخطوات القادمة فيما يتعلق بالاتفاقية الجماعية والحوار الذي سنفتحه مع شركائنا في الناشرين أن يفضي إلى نتائج نعالج بهذه الأعطاب.